نرحب بحضراتكم في اخر فقره، وهي يعني فقره في غايه الاهميه، وناس كتير بتكون حريصه ان هي تبعت اسئلتها او استشاراتها عشان يعرفوا بالظبط يعني يعيشوا حياه صحيه سليمه ازاي. زي ما ابتدينا بدايه الحلقه النهارده واتكلمنا عن ان الصحه ملهاش بديل واهم حاجه في العالم، يعني عندك فلوس، عندك اطفال، عندك اللي عندك، بس لو صحتك مش كويسه انت مش هتعيش حياه سليمه ابدا. فزي ما كنا بنسمع واحنا صغيرين، العقل السليم في الجسم السليم، بس مش بس كده القصة ليها علاقة تانية بفكرة كمان الصحة ممكن تعكس الشكل الجميل، الروح الجميلة، الحياة الجميلة. فدي كلها حاجات مرتبطة ان الواحد في الاول وفي الاخر يبقى صحته كويسة. خلينا نرحب ونسأل بقى كل الاسئلة اللي عندنا للدكتور هاني جبران، استشاري التغذية والامراض الباطنة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، واهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين كلهم. منور الاستوديو ومنور البرنامج ومنور القناة كلها. ربنا يخليك، ومبروك للاهلي ولنادينا كلنا. الله يبارك في حضرتك. احنا عايزين نبتدي بعد اذنك مع حضرتك من اول الطفل، مرورا بقى بالمراهقين والشباب والاكبر سنا. فيما يتعلق بالطفل، في دايما نقطه كتير جدا من الاهالي بيعانوا منها، فكره ان هم يسيطروا على تناول اطفالهم للحلويات وللفاست فود وللمقرمشات والنوع ده من الامور. فحجم ضرر هذه النوعيات من الاغذيه او المواد الغذائيه على الاطفال عامل ازاي، وكيفيه يعني مقاومة هذا الأمر بتيجي إزاي؟ كويس، حضرتك سألت سؤال مهم جدا، لأن إحنا بنشوف عندنا في عياداتنا ودايما على طول بنشوف المشكلة دي. المشكلة إن إحنا اللي بنربي عيالنا مش عيالنا اللي بتربينا. فيعني إيه بقى؟ يعني إحنا اللي نقول لهم يأكلوا إيه وما يأكلوش إيه، مش العيال هو عايز يأكل كده، لا هو الكلام ده اللي هيأكله يعني لا. وإحنا لازم نقول لهم، والأم كمان تعمل شوية ستيبس معينة. يعني في حاجة اسمها إفطار، يعني مفيش حاجة اسمها يا ما يفطروش مش مشكلة، ياخد كوباية النسكافيه ولا كوباية الشاي وينزلوا وخلصت على كده، لا. يعني في إفطار، في غدا، في عشاء، ده المهم. ولو عنده وزن زيادة هنقسم الأكلات بطريقة معينة، لو عندها وزن قليل هنقسم الأكلات برضو بوقت معين. لازم نحط في دماغنا إن إحنا الحكاية المقرمشات وناكل الحاجات المياه الغازية. الأولاد الأمهات كمان بتقول ده هم ما بيأكلوش، فنجيب لهم الكيكة اللي هي أم 50 قرش ولا أم جنيه، ولا يجيب لهم البسكوت، ولا يجيب لهم الحاجات دي أول غلطة. لا، نعمل أكل، نعمل غدا، هو ما بيحبش مش عايز يأكل هنسيبه، هو ده اللي قصاده، مش عاجبه ما ياكلش، هيقرص الجوع هياكل صح، بس نحط الاكل بطريقه معينه، نسال الطفل، نسال الشاب ده، نقول له انت عايز تاكل ايه؟ مش نقول له هو دوت انا مش هياكل، يقوم ينزل يجيب حاجات ولا الاكلات اللي من التيك اواي. يعني كمان غلط ان الام تفرض على الولد او ابنها ان هو ياكل، خليه لغايه لما هو يجوع وياكل لوحده. مظبوط، لا مش يجوع وياكل لوحده لانه مش هيعمل كده، احنا نساله الاول عايز تاكل انت هتاكل ايه؟ تمام. ولو كان مثلا اطفال صغيرين ولهم اكلات معينه ما بيحبوهاش، يقول لهم تعالى شارك معايا في عمايل الاكل ده بطريقه معينه، يشيل يعني كده، يحط هنا اي حاجه. لو عمل اي حاجه وهو بياكل، لو اشتغل في الاكل ده هياكله حتى لو طعم وحش، لان هو عمله بايده. ولو ما اكلش، ده سؤالي، نجبرهم ولا لا؟ لا ما نجبرش. احنا هنعمل ايه؟ نشوف ايه المشكله. انت مش عايز تاكل ده؟ لا مش هناكل، خلاص يبقى ما تاكلش، هو ده الاكل اللي قصادنا. مش هيقول لي لا انا عايز اكل حاجه معينه، هو لو جعان هياكل، لكن ما دام جعان ما يبقولش انا عايز اكل حاجه معينه. الطفل مثلا ما بيحبش السبانخ، حلو، مثلا القلقاس ايا كان، مظبوط يعني. تمام، هل الصح ان احنا عشان نقومه ونغير عنده العاده دي ونفهمه ان ايا كان نوع الاكل فهو نعمه من عند ربنا غيرنا مش لاقيها، هل نعمل زي ما حضرتك بتقول فكره ان لا ما فيش غير قلقاس؟ لا، ما هو نعمل ولا إيه؟ ندور على نوع اكله ثانيه في نفس القيمه الغذائيه من غير ما نبقى ضغطنا عليه. هو القلقاس يعني بصراحه يعني مش دايما، مش عارفه هو ليه متمسك بالقلقاس، لان يعني في حد ما بيحبش، وانا بحب ميه القلقاس، القلقاس نفسه ما اعرفش كده بيتعبني يعني. لكن هقول لك انا نعمل ايه، احنا مش هنقول لا، لكن نحطه بطريقه مجمله شويه. يعني نعمل ايه بقى؟ يعني بدل ما يبقى السبانخ كده تحس ان هو يخض الطفل، لا نحطه معاه شويه رز حبه هنا، ونحط دي على دي التقديم يعني. التقديم، نخليه يشترك، نقول له السبانخ بتتعمل ازاي ودي جواها ايه، ما نقولوش بقى الكلام الكبير العناصر الغذائيه الفايده بتاعتها، هو مش هيفهم الكلام ده، هو طعمه ايه؟ طعم وحش، يبقى ماما تغير في طريقه اكلها، تحط شويه تابل او شوية. فعلا زي ما كريم بيقول يا دكتور، اللي هو غيرك مش لاقي مش عارف ايه. فاكره الكلام ده كنا بنسمعه واحنا صغيرين. طبعا بديه كانت يعني لمصلحتنا، لكن الكلام ده يعني ما احنا مثلا، انا مثلا اقول لحضرتك انا ما باكلش لحمه، فمن وانا صغيره اهلي اكيد مش هيبقوا عارفين، زي في ناس كتير ما بيحبوش اكلات معينه الطفل مش عايزها، ففي اطفال ما يحبوش الجبن، فهم لسه الاهالي مش عارفين ده، فبيقعدوا بقى ايه مش فاهمين يضغطوا عليه. ولو ضغط عليه الطفل ذكي جدا، خلاص الجيل
السنة الأيام دي غير الجيل أيامنا خالص طبعا. لأن مشكلته إن الجيل دوت بيتعرض للإنترنت بقى شايف، فما ينفعش أجبره على حاجة صح. لكن محفزات، وفي نفس الوقت نقول له إيه اللي ممكن كذا، ولو عملنا كذا هيبقى هديك حاجات معينة، ونشوف ونفهم نكلم الأطفال. مهم قوي اللي إحنا نكلمهم، ما نعم بترومش هو كده يلا نقول له عايز ايه ونعمل الحنادي. كويس، انا هروح بقى مع حضرتك للنقطه اللي اتكلمت فيها في الانترو، وفكره ان الصحه بتعكس حاجات كتيره جدا، مش بس جسم كويس او جسم سليم، لا ممكن تخلي مود احسن، شكل احسن، بشره احسن، مزبوط. يعني كل حاجه مرتبطه بحياتنا. فازاي الواحد من غير ما يروح يعمل تحاليل كده بدايه يعرف ان هو في مشكله؟ يعني عايز اقول لكم على حاجه قبل ما نبدا الفقره، والله العظيم دكتور هاني بيقول لي نهاوند انت عندك نقص في فيتامين دي، وانا فعلا عندي نقص في فيتامين دي. ازاي عرفت؟ ايه انا مخاوي. ازاي عرفت والله ده؟ لا ابدا، بيبقى في حاجات معينه، اللي هو لما الواحد خصوصا نقص فيتامين د، لان الكلام الجديد دلوقتي على نقص فيتامين د، وناس كتير مش مهتميه بيه ومش حاسين ان هو حاجه مهمه ومش هتفرق. ناس كتير لو عملت تحليل فيتامين د ولقيت عندها مشكله فيه لازم تاخد علاج، والعلاج المظبوط. طيب ايه نعرف ازاي ونحس ازاي؟ لا نعمل التحاليل بقى. طب انا مش عايز اعمل تحاليل. طيب انت هتلاقي فيه شويه اعراض مهمه جدا بالنسبه للناس اللي هي مثلا عندها وزن زياده، يقول لك انا هعمل ريجيم بس ولا هلعب رياضه او كده. مش هينفع كده، مفيش رياضه بتخسس، ومفيش ادويه بتاعت ريجيم بتخسس، ومفيش ال- 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 النظام الغذائي بس بيخسس. امال ايه اللي بيخسس؟ الثلاثه مع بعض بيخسس. الله. الثلاثه مع بعض هم دول اللي يخسسوا. لكن هاخد حاجه لوحدي او حاجه ديت او هبتدي لوحدي، دي اول غلطه. ان انا اخد ادويه، وده اللي انا شفته كتير، ان هو يقول لك ايه هاخد ادويه من على النت، ما النت شغال ولا يكون عليها ريفيو كويس وخلصت. اول غلطه، اوعى ناخد ادويه من اي حد غير من الصيدليه معترف بيها من وزاره الصحه، والا مش هينفع. خلينا استاذن حضرتك نقف عند النقطه المهمه دي، هنطلع فاصل سريع ونرجع برضو نكمل كلامنا فيه. فاصل ثم عوده العشرة الصبح. بنتكلم عن فكره هنا مع دكتور هاني، ازاي الواحد يقدر يكتشف قبل حتى ما يروح يعمل تحليل ان هو في حاجه صحيا مش مظبوطه، سواء انعكست على شكله الخارجي او على حتى صحته النفسيه. نفسيا انا مش مبسوط، انا مضطرب، انا مش عارف انام، كل ده ممكن يكون عامل راجع ليه الصحه ان هي مش كويسه، نقص فيتامينز، يعني وات ايفر بقى. فنفهم من حضرتك بالظبط، هو فعلا زي ما حضرتك قلتي ان ممكن الواحد بيبقى عنده مشاكل ومش عارف يعمل ايه ومش عايز يعمل. لا بقى نعمل حاجه مهمه قوي، احنا لازم نعمل التحاليل. والتحاليل ديت لما كنا عندنا واحنا في امريكا كنا لازم التحاليل تتعمل كل سنه، في تحاليلات معينه اللي هي تشيك اب للجسم كله، نشوف بقى الغده الدرقيه ممكن تكون، لان في من اسباب يعني الغده الدرقيه فيتامين د، الكوليسترول، يعني الكوليسترول في الدم الواحد ما يعرفش اذا كان عنده كوليسترول ولا لا. طب امتى نعرف؟ يبتدي بقى لما يبتدي موجود في المستشفى بقى بعد ما يعمل عمليه القسطره، يقول لك انت عندك كوليسترول في الدم. طب ما نبتدي من دلوقتي ناخد العلاج، مش هيحصل اي حاجه. نبتدي ازاي؟ لازم. طب هل نعملها لاي حد؟ لا، نروح للدكتور الاول نقول له انا حاسس ان انا مش تمام، مش مظبوط، مش نشيط، مش بنام كويس، مش بنام كويس. حتى الصحه النفسيه مهمه جدا للناس، لكن نعمل التحاليل الاول المبدئيه. لان لو كانت مثلا واحده عايزه تخس مثلا وبتعمل الرجيمات كلها وماشيه على الانظمة وبتاخد ادويه وعايشه كل حياتها لكن مرضه ما بتخسش، يبقى في مشكله مرضيه. لان مش هينفع، لازم الجسم ده بعرف مكنه، ها ايش معنى المكنه دي شغاله ده وده شغال، يقول لك انا الحرق بتاعي ضعيف. الحرق بتاعك ضعيف لان في مشكله مرضيه، نعالجها الاول، ولما نعالجها هنمشي صح. اول حاجه الغده الدرقيه مثلا، لو هي مش شغاله مهما عملت نظام غذائي برده مش هتقل في الوزن، يبقى لازم نعالجها وناخد العلاج مع النظام الغذائي. لو نقص فيتامين د وده الجديد، لان برضه بيبقى كل حاجه كويسه، يبقى ناخد العلاج الفيتامين د والعلاج المظبوط لغايه ما يوصل للحد المظبوط على اساس ان هو. طب في مشكله كمان لان بقابلها، يجي يقول لك انا خلاص بقى الفيتامين د بقى كويس عندي، يوم يبطل كل حاجه هيرجع تاني. يبقى في حاجة اسمها أدوية وتحت إشراف طبي ياخدها علشان ما يرجعش تاني. إيه ده؟ يعني لو حد عنده نقص فيتامين معين لازم يفضل ياخد الدواء؟ ياخد هو الدواء. بيرجع للنورم وبعدين بعد كده بياكل بقى الأكل الصحي. حلو، وهو أكل صحي بس لا، لأن فيتامين ده لازم الواحد يتعرض للشمس، ويتعرض للشمس إمتى؟ اللي هو الساعة 8 الصبح 9 الصبح اللي هو للشمس كده. مين اللي بيروح يصحى الصبح هي عشان يقعد في الشمس شوية زي كده؟ احنا بنبقى هنا والله كلنا لو نقدر عملناه. مش حد بيعمل الكلام ده، عشان كده حتى تلاقي
كل دكاترة الأطفال من غير ما بيسأل الأم يقول لها طلعي ابنك في الشمس، بيقوم يدي لها إيه الدواء الشرب اللي هو فيه فيتامين د على أساس إن هو ياخده، لأنه متأكد 100% إن الماما مش هتطلعه في الشمس أبدا. فعشان كده طيب إحنا عندنا يعني في شوية قواسم مشتركة بيعاني منها أو بتعاني منها كتير من الأسر. أيوه. فكرة المرأة الحامل والتغذية المناسبة ليها، فكرة الناس اللي عايزين يفقدوا وزن والناس اللي عايزين يكتسبوا وزن، ومرضى السكر والضغط. ممتاز. فنبتدي بأني ملف من دول، لأن كل ملف منهم عايز له كلهم بس هنبتدي بقى ايه بالحكاية الحوامل والمرضعات. ممكن اضيف هنا شقة عشان حضرتك بقى تجاوبنا اجابة كاملة. فعلا ازاي يخس وفي نفس الوقت ازاي بيكون نفسيا، معلش انا بحب دايما اربط الشق النفسي ان هو عامل اساسي. أكيد. نفسيا بتبقى المراه برضو مش في كامل ثقتها بنفسها، لان ده راجع ان هي زادت في الوزن وغيره، وربما مش هتلاقي دعم من جوزها او من العائله، يعني ده بيحصل برضو اوقات. الست دي تتصرف كمان ازاي؟ كويس. يعني لوحدها كده انا هقول نعمل ايه؟ لا هي مش هتبقى لوحدها، هي مش جايبه البيبي لوحدها، هي جايبه البيبي دوت للاسره كلها، فهم الاثنين مع بعض، يبقى لازم يبقى الايه الاثنين مع بعض. طب نعمل ايه بقى للام اللي هي هتبقى حامل وهتزيد في وزنها ومش عايزه الوزن يرجع لانها متجوزه 60 هوب مره واحده بقت ايه 80 او 90؟ طب نعمل ايه؟ انا عايزه اقول لها حاجه، انك انت الوزن دوت كل هتزيدي في الحمل، هتزيدي في الحمل، الحمل كله على بعضه من 8 ل 10 كيلو، اكتر من 10 كيلو دول بتوعك، دول اللي قاعدين لك بقى. فما تقوليش ان انا حامل اكل الاثنين، طب انا برضع اكل الاربعه. لا، انت حامل تاكلي النفر واحد مش تاكلي الاثنين. يعني دي ثقافات غلط. لا خالص خالص. وطبعا هي علشان حامل هوب ناكلها وعسل وكتير، لا مش هينفع. البيبي ده حته لحمه محتاج بروتين، مش ناخد رز ومكرونه كتير بقى، خصوصا اول ثلاث اشهر بالذات. فمش هينفع ابدا اديها حلويات وعسل والكلام ده كله، لا هي ماشي بس ناخد الفيتامين وتحت اشراف طبي ونتاكد ان الايه ان البيبي كويس. حكايه بقى كمان ان هي ما تتحركش وتبقى عامله زي كمال الشناوي شاديه وما يتحركيش وكده بالراحه وما تركبيش اي، لا ماشي بس نتاكد الكويس، بس لازم تتحرك، لان حكايه ان هي ما تتحركش خالص دي وتفضلي منتخه، لا ما ينفعش. لازم حتى اتفرج على اليوتيوب بشوف واحده بطنها قد كده عماله بتشيل حديد، فمش ممكن يعني. فدي ممكن يحصل الكلام ده بالعقل طبعا، ما بقولش ان احنا نوفر الموضوع. تاني حاجه ان احنا في اكلات معينه هنمنعها خصوصا في فتره الحمل بالذات، اللي هي والكلام ده يمكن جديد حد ما يعرفوش، ان هي مثلا فيتامين الف كتير غلط، اللي هو موجود في ايه؟ موجود في الكبده. ايه ده الكبده ده مهمه؟ لا، الكبده كتير في فتره الحمل خصوصا اول 3 اشهر خطر جدا، فانا مش عايز اخد كبده خالص. طب ده فيه حديد؟ لا، ناخد الحديد في حاجه تانية او في فيتامينات، لان فيتامين الف كتير هياثر على تكوين الجنين. طيب ايه تاني؟ التونه مثلا، التونه الحاجات المعلبه بصفه عامه، بس التونه بالذات ليه؟ لان التونه هي عباره عن سمكه، السمكه ديت بتبقى في المحيطات، المحيطات ديت بتبقى فيها زئبق كتير، فيها تلوثات، الزئبق الكتير لو خدته هيزيد في المشاكل التكوين الجنين. يعني المشكله في التونه في الزئبق مش في المواد الحافظه اللي بتكون موجوده جوه. لا لا هي في الزئبق الكتير اللي موجود في التونه نفسها. في سمكه التونه. طيب يبقى بقدر الامكان ناخدها. اول الاف دي اي منظمه الصحه الامريكيه قالت ان هو ممكن ياخدوها مره لمرتين في الاسبوع، انا بقول ما فيش داعي خالص منها. طيب ايه تاني اللي ممكن الحاجات اللي هي الغلط؟ الحاجات النيه بقى بصفه عامه بقى، الحاجات الفسيخ، الحاجات اللي هي الفسيخ بالذات، الحاجات اللي هي المايونيز، الكلام ده كله. يعني هي لو بتتوحم على فسيخ، لا مش مشكله، خلي الواد يطلع له فسيخ في وشه احسن ما يحصل لها مشاكل يعني. طب دكتور يعني عشان الوقت نروح بقى للنحافه. ايوه. اللي عايز يتخن. ايوه. الناس احنا دايما بنتكلم على اللي عايز يخس، بس خلينا نركز النهارده على اللي عايز يتخن. دول غلابه، دول بجد غلابه، دول اكتر ناس محظوظه على وش الارض. ده بقى اللي شفتي بقى، والله العظيم اكتر ناس محظوظه على وش الارض، دول محدش حاسس بيهم، لان كلهم يقول لك يا بختك. بالعكس، دول بيعانوا معاناه ومحدش حاسس بيهم خالص، لانه بيقول لك يا بختك، يقول له يا ابني انا شايف الاكل سم قصادي مش عايز اكل، تقول له انا نفسي اعمل ابقى زيك. لا، هو دول بيعانوا من مشاكل، لكن نحطها بقى في النطاق العلمي اكتر. ان هم بيعانوا ازاي؟ لانهم عايزين، شايفين الموديل بشكل معين، شايفين الجسم بشكل معين، فمش عنده مشكله نفسيه ان هو عنده حاجه اسمها
image disturbance، يعني حتى لو كان جسمها كويس وكده تحس كل ما تشوف نفسها في المرايه لا انا وحشه، انا مش حلوه، انا في عندي مشاكل. تعمل ايه بقى؟ او بالمقارنه نعمل ايه؟ اول حاجه برضو نتكلم طبيا، نشوف ايه المشاكل اللي هي الطبيه فيها. يعني ممكن يكون عندها سوء هضمي، يبقى نعمل تحليل براز، نعمل تحليل غده، ممكن تكون الغده فيها زياده افرازات هي دي اللي مزوده الحرق قوي ان هي مش عندها مشاكل. وفيتامين د، ايه ده؟ مش ده فيتامين د ده بتاع التخن؟ لا، فيتامين د ده الميتابوليزم. انا كنت حتى نقوله برضو في مقابلات تلفزيونيه قبل كده، قلنا فيتامين د ده عامل زي المسمار اللي هو موجود في الترس الكبير. لو المسمار ده مش موجود الترس شغال بس مش قوي، نحط المسمار ده اللي هو فيتامين د في الترس، المكان هيشتغل مظبوط والميتابوليزم اللي هو الحرق هيشتغل مظبوط، سواء للي عايز يتخن او اللي عايز يخس. ايه تاني من الحاجات اللي موجوده اللي هو تحليل صوره دم كامله؟ يبقى نعمل تحليل براز ونعمل تحليل عشان لو في ديدان نعالجها. نعالج كمان بتبقى نسبه كبيره قوي منهم بيبقى عندهم مشاكل نفسيه كتير قوي، ودايه اللي بيخليهم يمتنعوا عن الاكل خالص لان بيحط مشكلته في الاكل او يبعد خالص عنه. فنبتدي نحاول نظبط الاثنين كل دوت علشان برضو محظوظين وهم زعلانين، احنا بنزعل ناكل على كل حال. يعني للأسف الفقرة خلصت، الوقت بتاعنا خلص، بس يعني نتشرف ونتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا مره تانية ان شاء الله. انا ليا الشرف عشان نكمل كلامنا، لان الحقيقه كل النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها في منتهى الاهميه. نشكرك على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. استفدنا حقيقه دكتور هاني بجد والله، ولسه في طبعا محاور كتيره جدا حابين حضرتك تنورنا، ممكن على الاسبوع اللي جاي او اللي بعده لو يناسبك ونتكلم بقى فيها بالتفصيل اكتر. انا ليا الشرف. شكرا ليك يا دكتور هاني. شكرا لحضراتكم. اتفضل يا فندم. والله ما يصحش، والله ما يصح ده، حتى الناس تاكل وش. اتفضلي حضرتك. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي.